والدي كتب لي منزل بعقد هبة وعايز أوثقه في الشهر العقاري، لازم أعمل صحة ونفاذ؟ عقد الهبه؟ اه الوالد موجود ولا توفى؟ يعني لو موجود، لو موجود يبقى هيوقع له، لان الهبه لابد ان تفرح في الشكل الرسمي. طيب ولو توفي؟ هيرفع دعوى صحه ونفاذ عقد الهبه. طيب اراضي الفضاء هل يسري عليها ده؟ نعم. يسري عليها الاراضي الفضاء، الاراضي الفاضيه بيسري عليها؟ اه طبعا يسري عليها هذا القانون. طبعا طبعا. طب لو معايا عقد حيازه لمده اكتر من 15 سنه ممكن اروح اسجل من غير حكم محكمه؟ اه طبعا، يعمل وضع يد على الطبيعه، ولكن شريطه الا تكون الارض املاك دوله او متعدى عليها، مش تمام. اي حيازه. تمام تمام. لان اللجنه تمام. بتنزل وبتحدد. طيب يعني في 30 ثانيه اهميه هذه التعديلات. اهميه هذه التعديلات مرحله جديده من القانون اللي بينقل الملكيه، زي ما البلد بتتنقل نقله حضاريه، نقلة اجتماعية، نقلة إقليمية، احنا برضو في الشارع العقاري بننقل التعليمات والقانون نقلة. طيب. حديثة ونقلة وهنخلص جديدة. من الدفاتر بقى، مش عايزين دفاتر بقى، عايزين خلاص كله بنربط كله ربط، هيبقى كله الكتروني بقى، جميع اغلب المأموريات هتتم. لا لا لا، هيبقى مع سعادتك. بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، والحقيقة انه كثير من هذه التعديلات بدعم من الشهر العقاري، يعني كل السادة العاملين وعلى رأسهم دكتور جمال الحقيقة اشتغلوا على هذا الأمر بشكل كبير مع وزارة العدل طبعا والمسؤولين عنها لتقديم هذه التعديلات. بكرة هنتكلم عن الضرائب لأنها مهمة جدا. طب هنعمل إيه في ضريبة الدخل؟ وكل ده بنعرضه أمام مجلس النواب اللي هيناقش هذه التعديلات، ونتمنى أن هم يبصوا على الرسوم، رسم النقابة، الموضوع التصالحات، نرجع نبص تاني على الباكج بقى كلها علشان نسهل ونيسر تسجيل العقارات. ما نبصش على جزء واحد، لازم نبص على المنظومة بأشملها.